اشتباكات في عدن، ولعلها المرة الأولى التي لا يكون اليمنيون طرفا فيها. المواجهات اندلعت هذه المرة بين مهاجرين أفارقة، قالت مصادر محلية إنهم ينتمون إلى جماعتي أورومو وأمهرة، وهما أكبر جماعتين عرقيتين في إثيوبيا، وسقط نتيجة الصدامات قتيلان وعشرات الجرحى من الجانبين قبل أن تتوسع المواجهات لتصل منطقة صبر بمحافظة لحج. قبل ذلك كان العشرات من المهاجرين تظاهروا للمطالبة بإعادتهم إلى موطنهم في ظل تردي أوضاعهم المعيشية وتعرضهم لانتهاكات مستمرة وفقا لمنظمة الهجرة الدولية. المنظمة قالت في أحدث تقاريرها إن عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال النصف الأول للعام الجاري بلغ أكثر من 77 ألفا، غير أن الأرقام التفصيلية تشير إلى تراجع بنسبة 56% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق. ولعل ما حل باليمن من أزمات ضاق بها أهله جعلت أسوأ الاحتمالات تهون أمام المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الفارين منها ركوبا على أمواج البحر. لم يكن اليمن هدفا لاستقرار المهاجرين فيه، غير أن ربطه بين القرن الإفريقي والجزيرة العائمة على مستنقع المال جعل أرضه طريق عبور من إفريقيا إلى ممالك النفط، وهو طريق ملغوم مسكون بالحروب والأزمات، الأمر الذي حول اليمن أمام المهاجرين من محطة عبور تفصل بين واقعهم المأساوي وآمال الوصول لغايتهم إلى مستقر إجباري لا يضمن لهم عيشا أو أمنا. وكيف يفعل وقد عجز عن ضمان ذلك لسكانه الأصليين؟